بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتاري إنسكوب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أهم قاذفة في صفوف الجيش الروسي، القاذفة TU-160 أو البجعة البيضاء. أتمنى أن تتعاقد الجزائر عليها إن شاء الله. تم تصميم هذه القاذفة في سبعينيات القرن الماضي، وأول تحليق للبجعة البيضاء كان في أواخر عام 1981. ولماذا لون الطائرة أبيض؟ لأن اللون الأبيض بيحمي الطائرة من الحرارة الشديدة الناتجة عن الانفجار النووي، لأن ممكن الطائرة تكون في مهمة لضرب الأهداف بالصواريخ النووية. البجعة البيضاء هي أضخم طائرة في العالم، ويصل وزنها عند الإقلاع 275 طن، وتستخدم هذه القاذفة لتدمير الأهداف المعادية في المناطق البعيدة والنائية بالأسلحة التقليدية والنووية. سرعة القاذفة الروسية أو البجعة البيضاء 2250 كيلو متر في الساعة. أهم صاروخ على الطائرة هو صاروخ X-55 الذي يحتوي على رأس نووي، ومدى الطائرة 14600 كيلو متر، وتصل إلى ارتفاع 15 كيلو متر. أتمنى أن تكون هذه القاذفة في الجيش الجزائري في يوم من الأيام.